فليكن حصار بحصار ونزع سلاحنا لن يكون قبل نزع سلاح إسرائيل، هكذا يتكلم خالد مشعل والمقاومة، فكيف يتكلم الآخرون؟ أهلا بكم، نحن معكم على مدى ساعتين نعرض لأهم ما يشغل بال المصريين في مصر الليلة، وهذه أبرز ملفاتها. الإجراء ده ما تعملش من سنين طويلة، هو إجراء قاسي بس. في ذكرى ثورة يوليو السيسي يتجاهل السخط الشعبي من تقليص الدعم ويراهن على تقبل المصريين لما هو أشد، ويساوي بين المقاومة والاحتلال بغزة حينما يتحدث عن الاقتتال ويصر على المبادرة المصرية ويقول إن تضحيات مصر للفلسطينيين لا تسمح بالمزايدة عليها. بتحاول بقدر الإمكان إن هي لا تمس بقدر الإمكان الكرامة الإنسانية. السيسي يؤكد أن الجيش يراعي الكرامة الإنسانية في عملياته بسيناء، والأهل يشتكون من القتل والاعتقال والتدمير للمنازل بحجة دحر الإرهاب ومعظم الضحايا من المدنيين. بعد الشجاعية الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في خزاعة مع دخول العدوان أسبوعه الثالث، والمقاومة تنجح في إغلاق المجال الجوي لإسرائيل وتقتل جنود الاحتلال وتقول إنه سيكون حصارا بحصار، فهل يحطم الشعب الجبارين أسطورة الجيش الذي لا يقهر؟ شو انتوا عايزين تعرفوا أنا؟ طبعا أنا ما بحبش الوسطة والمحسوبية بجد. بالأسماء أبناء قيادات الجيش والقضاء تستحوذ على تعيينات النيابة لهذا العام، من بينهم أبناء قيادات شرطية متهمة في قضية فرم مستندات أمن الدولة، وائل الكليات من المواطنين البسطاء هم الضحية، فمن يتصدى لدولة التوريث والمحسوبية؟ عمر، والطبع تحل سنعود إليك قريبا. قال إن الخبراء حذروه من خطورة قرار رفع دعم وزيادة الأسعار فأجابهم أراهنكم أن الشعب المصري سيتحمل، مدللا أنه راهن عليهم من قبل عندما طلب منهم النزول للشارع لإعطائه تفويضا في يوليو الماضي، بل زاد وقال إنه الشعب المصري إن لديه وعيا لتحمل قرارات أصعب وأقسى في الفترة القادمة. هكذا قال السيسي في كلمته اليوم بمناسبة الذكرى 62 لثورة 23 يوليو 1952، مؤكدا أن التحدي الذي يواجهه المصريون ليس تحديا اقتصاديا بل هو تحد وجودي، لأن هناك من يخطط لإعاقة عمل الدولة المصرية. أوعد السيسي المصريين بمفاجأة لكنه لم يعلن عنها، مكتفيا بابتسامات وحديث عن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي يجب أن يعيشها المصريون. أما عن الوضع في غزة فقد وصف السيسي الحرب الدائرة بأنها اقتتال بين طرفين، مطالبا بعدم المزايدة على دور مصر التي لم تترك أي محفل دولي إلا وتطالب فيه بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. في خطابه الذي ألقاه بمناسبة مرور 62 عاما على مرور ثورة يوليو، تناول عبد الفتاح السيسي أول رئيس منتخب بعد الانقلاب ملفات داخلية وخارجية. السيسي كرر تحذيره من وجود خطر يهدد الدولة المصرية من أطراف لم يسمها، داعيا المصريين إلى الصبر لأن تحقيق أهداف الثورات يحتاج إلى سنوات طويلة حسب قوله. التحدي اللي عندنا مش تحدي اقتصادي، لا ده في تحدي وجودي، في تحدي وجودي. انتوا عارفين يعني ايه في تحدي وجودي؟ في ناس وفي تخطيط وفي ادوات وفي حاجات كتير جدا شغاله عشان الدوله المصريه دي ما تستمرش. ورغم حديثه عن الحرية باعتبارها أحد أهم أهداف ثورة يناير، إلا أن السيسي قدم مفهوما خاصا جدا لها. معقول تبقى ظروف الناس الصعبة اقتصاديا، انا بتكلم، هتقدر تديله مناخ حقيقي انه يعبر ويعيش بحريه، ولا يبقى يعني اسير لفقره اسير لغلبه؟ حريه ايه بقى وانا
مش لآكل. السيسي تجاهل السخط الشعبي من تقليص الدعم، ووجه الشكر للمصريين على تقبلهم قرارات رفع الدعم التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بل وراهن على قدرته على تقبل قرارات اقتصادية أكثر صرامة. الإجراء ده ما تعملش من سنين طويلة، هو إجراء قاسي بس كان لابد منه. إذا كنا عايزين نتكلم على كرامة إنسانية وعدالة اجتماعية، لابد إن احنا ناخد إجراءات وقرارات صعبة، والحكومة تساعد في إن القرارات دي ما تمسش الغلبان. السيسي تجنب الحديث عن أي تقصير أدى إلى حادث الفرافرة الذي راح ضحيته العشرات من الجنود، مكتفيا بدعوة المصريين إلى الثقة في أنفسهم وجيشهم وتقبل مثل هذه الأحداث باعتبارها ثمنا لمسيرة الدولة. لما تحصل وقائع زي دي ويا رب ما يكررها، تتلخبطوا، تتهزوا، تزعلوا، تتألموا، صحيح، لكن لازم تكونوا واثقين في نفسكم، ونفسكم ده الجيش جزء منه، لأن الجيش ده ابن كل مصري وأخ لكل مصري. ورغم أن السيسي تحدث عن 4 مشروعات سيتم تدشينها خلال الفترة المقبلة، إلا أنه تناول 3 منها فقط، وهي الزراعة والنقل ومشروع آخر رفض الإفصاح عن تفاصيله. في مشروع ما حدش أعلن عنه وما حدش يتكلم فيه، احنا ساكتين وبنتكلم فيه مع المختصين، بس ده هنطلقه وهتشوفوه، وانا مش هتكلم فيه بصراحة معاكم دلوقتي، هخليها ان شاء الله تبقى مفاجأة جميلة ليكم. السيسي دافع عن موقف مصر من العدوان الإسرائيلي على غزة، وقال إنه حذر من التصعيد منذ اللحظة الأولى لاختطاف المواطنين الإسرائيليين، ومؤكدا على أن المبادرة المصرية لا تتضمن شروطا على أي طرف من طرفي الأزمة، متجاهلا الحديث عن الجرائم الإسرائيلية، واكتفى بالإشارة أنها مجرد اقتتال بين طرفين. ولمناقشة تصريحات السيسي بخصوص الدعم وبخصوص الوضع الداخلي في مصر، ورحب بضيفية في استوديو مصر الليلة، الكاتب الصحفي الأستاذ محمد القدوسي، أهلا وسهلا بك. كما أرحب بعضو اللجنة المركزية لتنسيقية 30 يونيو وعضو جبهة الإنقاذ حسام فودة، أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك. ومعنا أيضا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعبر الهاتف من بيروت الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، كما ينضم إلينا لاحقا عبر الهاتف من القاهرة أيضا الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي. وأبدأ بك أستاذ قدوسي، تعليقك إيه على تصريحات السيسي بأنه الشعب متقبل الإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة محلب؟ أنا بس هحط التصريح ده جنب تصريحه يوم 3/7 بتاع الشعب الذي لم يجد من يحلو عليه، وهقول للناس كده إن هم يرددوا ورا منافق الزوجة التانية: سلام على الحنية، سلام على الإنسانية. إذا كانت هي ديت الحنية يعني، فأعتقد إن القسوة كانت هتبقى أفضل كثيرا. بس أنا عايز أقف قدام نقطة تانية الحقيقة في الخطاب، تقديري انها مربط الفرس النهارده، مالك ان في مفاجاه ومش عارف ايه، في حاجات هتحصل مش هقولها لكم دلوقتي، بس هقولها لكم بعدين او هتعرفوا. وهتحدث عن مشروع في كاتب سياسي بريطاني كتب على تويتر النهارده. لو مين؟ انا مش فاكر الاسم قوي الحقيقه، وانا بقلب في تويتر، بس هو كاتب سياسي بريطاني كتب على تويتر النهارده تغريده قال فيها انه عبد الفتاح السيسي هيعمل عمليه كبرى في الصحراء الغربية وقد تتجاوز الحدود، يعني انه هيدخل ليبيا يشتغل مع حفتر لان حفتر مزنوق دلوقتي، وقال انه هو يستعد لهذا في صمت. لكن هو كلام السيسي ما كانش بيتكلم على مغامرة، يعني دي مغامرة. ما هو ده بقول لك، انما كان بيتكلم على مشروع يعني ياتي بالخير لمصر. انا بس عايز اقول لك هروح اسيطر على النفط الليبي يعني مثلا، يكون ده مشروع ولا ايه؟ يا استاذ هو مش قال لك الشعب الذي لم يجد من يحن عليه؟ الرجل ده دي المسافه بين كلامه وبين افعاله يعني. يعني قال لك الشعب الذي لم يحن عليه، في الاخر الناس بتاخد العيش بالفيزا في البطاقه الذكيه دي، يعني الفيزا اللي المكن بتاع البنوك بتاعها متعطل،
امال المكن بتاع الفران هيبقى شغال يعني هيبقى منتظم في الشغل. فهذه المسافه بين اقواله وبين افعاله. بس اشير الى هذه التغريده اليوم على حساب هذا الكاتب او هذا هو يعني دي الحقيقه على مسؤوليتك الشخصيه. طبعا طبعا مسؤوليتي انا, خصوصا ان احنا مش عارفين مين هو الكاتب. انا والله حتى وانا بقلب بس مجرد وانا بقلب. طيب فيما يتعلق بانه الشعب متقبل اليست هذه حقيقه؟ لا مش متقبل طبعا. فين السخط الشعبي من الدعم اللي اقول لك يا سيدي الاول اللي ما صارش عشان قفاه مش هيصور عشان بطنه ومن زمان جدا. وانا قلت يبقى الشعب ما يستحقش الثوره. لا يستحق هذا المنطق معناه ان الشعب لا يستحق الثوره. لا انا ما بتكلمش عن الشعب. انا بقول من لم يثور. من لم يثور ده مش هو الشعب ومش هو كل الشعب ومش هو الجزء المؤثر من الشعب. وعلينا ان نتذكر جيدا ان ثوره يناير اللي صنعوها 200,000 او 300,000 من بين 90 مليون وانه الطليعه الثوريه في اي بلد يعني اكتر طليعه ثوريه شاركت في اكبر ثوره في العالم كانت 5%. يعني ما كانش اكتر من كده. إذن هؤلاء الذين لم يثوروا من أجل أقفيتهم لن يثوروا من أجل بطونهم. وقلت من بدري. يبقى كلامه صح يعني. قلت لا هو بيكلم اللي هم انضربوا على قفاهم وسكتوا. اللي هم كام في المية من الشعب المصري؟ ما عنديش نسبة الحقيقة، لكن أنا عندي نسبة باللي ثاروا. أنا قلت على اللي ثاروا، لكن اللي انضرب على قفاه وما صارش ده لو جوعته هذا عبد العبيد. طب ده نسبته قد إيه في الشعب المصري؟ انت محلل سياسه. لا انا عايز اقول لك عشان ارخم عليك النهارده شويه. لا هو ده مؤثر ولا مش مؤثر برضه؟ هو ده اللي بيدخل معركه ولا لا؟ هو ده ينفع يسترك ولا لا؟ ما خلي بالك ان هو نفسه اللي كان بينضرب على قفاه وكان ساكت وكان راضي وكان بيتجوع وكان موافق. هو نفسه اللي اول ما عرف ان الثوره بتنتصر كان مالي كل الميادين اللي في مصر وكان سعيد بانتصار الثوره، لانه الحقيقه مش غاوي عذاب، هو مش غاوي قرف، لكنه أقل شجاعة من أن يقاتل من أجل الحرية. حسام فودة برضو الرهان على هذا رهان خطأ، لأن مبارك رهن على كده 30 سنة وفي لحظة هوبا ما فيش مبارك. خلينا بس نصحح مفاهيم معلش. يعني الشعب المصري مش شعب بيضرب على قفاه، لا هو بيضرب على قفاه أي حد بيمشي في طريق الظلم ماشي. والشعب المصري برضو مش جبان. انا قلت في الفئه اي انا انا ارفض عشان ارفض سواء فئه او تعميم، ارفض ان حد يقول ان الشعب المصري بيتضرب على قفاه. اللي عايز يتضرب على قفاه يروح يتضرب على قفاه. تمام. نيجي بس على النقطه المهمه. النهارده عبد الفتاح السيسي في حديثه وجه رسائل في الداخل وفي الخارج، ورسائل في الداخل رسائل محدده جدا. احنا رسائل الخارج هنناقشها في فقره. جميل. رسائل في الداخل الرسائل الاقتصاديه حدد المسار الاقتصادي اللي مصر هتمشي فيه. قال اقتصاد حر رشيد هيراعي فيه العداله الاجتماعيه، وقال ان راس المال مش هيسيطر مره تانية على السلطه. فكده بيوجه رساله لفلول الحزب الوطني او رجال مبارك او رجال اعمال مبارك ان خلاص الدور اللي كان موجود فيه زي مين؟ زي ابو هشيمه مثلا كده. انا مش هسمي اسماء النهارده. انا النهارده هعمل حاجه مهمه جدا اكتر من كده. اللي هو حل محل عز فيه. سيبني اكمل. لا على فكره ابو هشيمه وغيره كان موجود برضو ايام الاخوان في نفس الكلام وكان لا. فخليها بس اقول لحضرتك وجهه النظر اللي انا شايفها بطريقه صحيحه. ايه هي؟ اول حاجه حدد المسار الاقتصادي، تاني حاجه حدد التنميه هتكون شكلها ايه في ثلاث ملفات مهمه، ملف النقل وملف الطاقه. ملف النقل النهارده لما يتكلم على مشروع اكتر من 3200 كيلومتر بخطوط عرضيه طرق جديده عشان يبقى في استثمارات موجوده في مصر. عندنا برضو الملف الطاقه دكتور ابراهيم سمك وبعض الاساتذه الجامعه المهمين المسؤولين عن ملف الطاقة يبدأوا يشتغلوا موجودين فيه. عندنا أستاذ محمد العيان في الجزء الاقتصادي ودكتور هاني عازف في ملف النقل، وده مستشار يعني هو اللي بنى البنية التحتية للقطار الألماني. فالنهاردة عبد الفتاح السيسي بيحاول يجمع المصريين اللي في الخارج الذهب اللي موجود بشكل حقيقي. الكلام ده على فكره برضه مش اكيد 100%. لا 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 يعني العريان اتقال كلام كتير انه العريان جاي وهيمسك الوزاره. لا 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 هو لكن العريان لا جه ولا هيجي ولا هيمسك الوزاره. ثانيه واحده. ما هاني عازر اتقال نفس الكلام برضه وبقى النهارده بقى مستشار لرئيس الوزراء وبدون اجر. خلينا بقى النقطه المهمه. انا محتاج من السيسي مش عايز كلامه بس. ما هو انا النهارده الكلام مش هصدقه لوحده. لا هقول الراجل ده بيكذب. طب ايه الافعال اللي حصلت لحد دلوقتي؟ حصلت. محتاج منه ملفات محدده طول ما هي مقفولة وطول ما هو سايبها هيبقى في علامة استفهام كبيرة. أنا محتاج ملف العدالة الانتقالية. لازم مؤسسات الدولة كلها يحصل فيها تطهير. لازم يبقى فيها عدالة انتقالية حقيقية. لازم ملف العدالة الاجتماعية
يبدا يتفتح بشكل حقيقي وجذري، لازم يكون في داخل مصر تطبيق لاهداف الثوره، طيب ثوره 25 يناير و30 سنه. فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي انت ما ردتش على سؤالي، انت هو بيقول ان الشعب هيستحمل وهيستحمل. لا الشعب، انا بقول حضرتك هل هل هل, هل ده هل ده صحيح؟ الشعب هيستحمل ويستحمل وهيستحمل فعلا؟ بيصدق زي ما صدق مرسي وقال هيستحمله 100 يوم، هيصدق السيسي وهيستحمله سنتين، لان عبد الفتاح السيسي في كل خطاباته. اشمعنى مرسي 100 يوم والسيسي سنتين؟ والله هو اللي قال، مش انا اللي قلت، انا لو كنت منه كنت قلت اربع سنين. احنا معنا عبر الهاتف، عبد الفتاح السيسي قال لمده عامين. معنا عبر الهاتف ايضا الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي. ايه تعليقك على الجانب الاقتصادي في خطاب السيسي؟ يعني هو الجانب الاقتصادي كان مختصر ومقتضب بشكل كبير جدا، لكن انا في اعتقادي انه حمل جزء من الرسائل الايجابيه تمثلت في مساله ان الحكومه لديها خطط لانشاء مجموعه من الطرق، وده في اتجاه عالمي بيتكلم عن التنميه من خلال ممرات التنميه او يعني توسيع شبكه الطرق والمواصلات. وانا في رايي ان لو بدات بس يبقى اي في نوع من انواع الاستثمارات، ضخ استثمارات قد يقود الى استثمارات جديده. الجزء الثاني اللي انا يعني اراه الى حد ما سلبي هي مساله يعني الكلام عن مشاريع عملاقه لم يتم الحديث عنها من قبل، وكاننا بنتكلم على سر. اعتقد ان يعني عندما لا تكون الامور واضحه في بعض الامور فهي بتحمل رساله سلبيه للمستثمر الاجنبي اللي بيعيد دراسات جدوى وينوي ان ياتي الى السوق المصري ان ينتظر حتى يتم الافصاء عن هذا المشروع العملاق ليراه اذا كان يتناسب مع طموحاته او غيره. فانا اعتقد ان كان دولك اهم يعني مؤشرين او رؤيتين استوقفوني. طب ايه هو قال انت تتوقع ايه المشروع العملاق اللي بيتكلم عليه السيسي؟ ما هو؟ يعني انا مش عايز افخم في نفسي يعني، لكن انا قدمت مجموعه مقترحات تم الاخذ بها. اعتقد ان المشروع الجديد هو ما تقدمت به من اجل انشاء نسخه جديده من الوادي القديم في الوادي الجديد، بحيث ان احنا نضاعف مساحه جمهوريه مصر العربيه. واعتقد اذا ده تم هيبقى فخر وشرف لي اني كنت من تقدم بهذا المشروع. طب ده مشروعك انت، لكن انا بسالك عن مشروع السيسي. ايه اللي تتوقعه يعني؟ اعتقد ان هو ده، انا ده اللي انا اتوقعه ان ياخذ بكلامي يعني. يعني بس 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 هل هو هياخذ بكلامك ولا تفتكر ان عندهم خطط ثانيه؟ لا يا استاذ زين، يعني انا ما اعرفش، لكن ده توقع. يعني انا عندي بعض التفاؤل ان هذا هو المشروع الذي سوف يتم الاعلان عنه، وبالشكل ده سوف نبدا بناء مصر جديده على اسس علميه يعني نتلاشى فيها كل المشاكل الموجوده في الوادي القديم، ونحقق حلم مصر بان تكون يعني تضاعف مساحتها. وكفايه بقى ان احنا نعيش 7000 سنه في شريط ضيق ما يجيش 6% من مساحتها. يعني احنا عشنا 7000 سنه في شريط ضيق يا دكتور، هيجي السيسي في هذه الظروف يقدر يتخرجنا من الشريط الضيق تفتكر؟ يعني جالك منين؟ ما هو يعني انا مش عايز اقارن برضه عشان بس ما حدش يظلم. يعني عندما اتى سيدنا يوسف بكل العلم الذي اعطاه له الله سبحانه وتعالى قدم لمصر فعلا مصر جديده مقارنه بالعصر اللي كان موجود، وعلمهم ازاي يعني يستثمروا القمح ويتجاوزوا مساله 7 سنوات عجاف. من يعلم، ربما ان المصريين بس اكيد حضرتك عارف ان في فرق كبير بين سيدنا يوسف والسيسي، مش كده ولا ايه؟ ما انا قلت والله مش عايز المقارنه يا استاذ زين، انا قلت مش عايز المقارنه، انا بتكلم على العقليه. ربما قد ياتي الينا يعني الله سبحانه وتعالى بانسان يحب مصر ويقدرها، وربما ان الله سبحانه وتعالى هو قال ايضا ان هو ان الشعب ان الشعب جاهز لمزيد من الاجراءات القاسيه. هو يعمل ايه تاني في الشعب اكتر من كده؟ لا، هي حكايه بقى انه جاهز للمزيد من الاجراءات القاسيه، ده الكلام اللي قوم ثوره 25 يناير. يعني للاسف من كان يتابع الخطط الاقتصاديه اللي كانت موجوده اعتبارا من يوليو 2010 كان يتاكد ان الكلام ده قريب من الكلام، ان الشعب عنده استعداد ان هو يتحمل قسوه التنميه من اجل ان يجني مستقبلا فوائد. انا اعتقد ان هذا الكلام لم يكن موفق. المصريين تحملوا بالفعل، في جزء كبير جدا تحملوه، لكن الشباب مش هيقعد عاطل ولا ببطاله ان لم يجد ما يعطي له امل في ان المستقبل قادم. لكن الشعب هو يعني كان يعني وجه الشكر للشعب، والشعب بالفعل يعني تقبل سعر البنزين وغيره، لكن شكرا. اعتقد ان الاجراءات القاسيه الاخرى لن تكون مقبوله. شكرا جزيلا لك دكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي. اعود الى ضيفي في الاستوديو الاستاذ محمد القدوسي. ايضا يعني فيه كان فيه استخدام للفزعات ايضا اليوم في خطاب السيسي، ان هو اللي حصل في الوادي الجديد ده يا جماعه ما تفتكروش ان شويه ناس بيتخانقوا مع الجيش، لا ده دي ناس عايزه تنهي وجود الدوله المصريه. امبارح كان فيه تسريب ليه انه اللي حصل في رفح
ده كان جهاز كبير. ما قالش مين هو الجهاز الكبير. المخابرات بتاعته يعني هو اللي عاملها. هو اللي عاملها. انا باكد لكن معلش انا باكد لك ده. لكن فكره التهديد الوجودي يعني دي اول مره. لحظه اول مره في التاريخ يطلع زعيم مصري قائد للدوله المصريه يقول ان مصر كدوله وجودها مهدد. لان مصر صغرت معاه الى هذه الدرجه لدرجه ان اي حد بقى ممكن يشوطها في سكته. هو يقول ذلك. انا عايز بس اقول عشان نحرر شويه الاكاذيب. معلش هما سنتين ولا جيلين مش هو عبد الفتاح السيسي نفسه اللي قال ما يجراش حاجه لما نضحي بالجيل ده والجيل الجاي وعشان خاطر مصر بتاعته اللي هي بالسين. مصر بتاعتنا بالصاد. مصر بتاعته هو بالسين. الحاجة التانية ان حكاية ان اللي حصل ده مؤامرة على مش عارف ايه ده ممكن يكون الخيط الواصل بين الكلام اللي قاله السيسي النهاردة وبين الكلام اللي انا اشرت اليه اللي هي حكاية انه حيعمل عملية عسكرية في الصحراء الغربية وقد تتجاوز الحدود لان هو شايف ان ده المخرج بتاعه خلق ازمة اقليمية وادارة الامور المخنوقة جدا واللي هو المأزومة جدا في الداخل. لكن هو رأيك هو يقصد ايه بالتهديد الوجودي؟ انا قلت يعني مين يعني مصر المربع اللي احنا شايفينه اللي هو المليون متر مكعب ده اديله 7000 سنة زي ما هو كده. خلي بالك بس من حاجة. انا بس مفيش اي خطر في التاريخ هدد الوجود المصري. طيب بعد اذن حضرتك ايه اللي موجود دلوقتي يهدد الوجود المصري؟ شوف الاول انا عايز امسك في نقطة اهم في داخل السياق اللي حضرتك بتتكلم فيه اللي هو ايه. هو طول الوقت يقول احنا وانتوا يا مصريين ومصريين بالسين برضو. يعني هذا الرجل لم يقل مواطنية لم يقل الشعب لم يقل قال احنا وانتوا يا مصريين. ده خطاب مماليك من الاول. خطاب السلطة المملوكية السلطة المنفصلة والمنعزلة عن الشعب خالص. يعني هو يشير الى تهديدات غير موجودة ولا في تهديدات فعلا؟ هو بيوجد مبررات مسبقة لمغامرة عسكرية ينوي القيام بها. وعشان كده اشرت من البداية للحكاية دي. طيب ايه التهديد اللي بيهدد وجود مصر؟ امتى مصر كدولة يعني بقى وجودها مهدد؟ هو احنا مش شايفين الخريطة اللي قدامنا؟ مش شايفين, لا شايفين اللي بيحصل في العراق؟ ما هو الخريطة دي انا هقول لك بس لو رجعنا للتاريخ الخريطة دي انا عايز اتكلم بقى. بس يعني الخريطة دي موجودة تقريبا على مدار القرون الماضيه كلها. لا ثواني. انه في هي انه في التراب في كل المناطق المحيطه بمصر. طب دي طول عمر التاريخ في مشروع اسمه لكن مصر فضلت مصر. في التهديد الوجودي بقى اللي هي الشرق الاوسط الكبير ان بدل الدول العربيه تبقى 22 دوله تبقى 46 دوله وغيره وغيره. والمشروع ده النهارده بيتطبق. خلال ايام هيحصل انفصال في العراق وهتبقى دولتين. حصل قبل كده في السودان. ليبيا هيحصل فيها نفس المشهد. سوريا موجود فيها نفس المشهد. النهارده لما الاقي الدول المحيطه النهارده بمصر بتتقسم. انت عايز تقسم مصر؟ ما التقسيم ده كان موجود. انت مش عايز خريط... انت عايز تقسم مصر؟ انت بس انا بقول لحضرتك انت عايز انت تقسم مصر؟ لا طبعا. ما هو حضرتك بتقولي فين التهديد؟ التهديد موجود من الصراعات اللي موجوده السنه دي. او اكمل بعد اذنك. ما هو هذا المنطق هو ده اللي بيقوله السيسي. ما هو المنطق ده موجود يا فندم. اللي مش شايفه يبقى اعمى. يعني النهارده لما يبقى فيه مش اعمى ولا حاجه. اقول لك ليه مش اعمى؟ اللي بيحصل فيها وتهجير المسيحيين الموجود في العراق. يعني انت كنت عايز يحصل تهجير المسيحيين الموجودين في مصر؟ لا حضرتك انت بس اقرا شويه التاريخ بس الاول. التاريخ بيقول ايه؟ التاريخ بيقول ان ليبيا كانت جنبينا ثلاث دول عادي. مصر فضلت دوله واحده. اسمح لي واحده بس. السودان كان فيها كذا كذا كان فيها كذا دوله. مصر فضلت دوله واحده. تمام. الشام ده كان دوله واحده وبعدين بقى كذا دوله وبعدين بقى كذا كل مدينه بقت دوله. لا يا فندم. وبعدين مصر بقت دوله واحده. يعني السعوديه يعني اسمح لي بس. السعوديه كان فيها اكتر من ثلاث دول. يعني بس مصر فضلت دوله واحده. يعني اليمن كانت دولتين. مصر فضلت دوله واحده. فين هو التهديد اللي على مصر؟ يعني حضرتك موافق النهارده بعد ما دول بقت دوله واحده زي ليبيا عايز تقسمها؟ عايز النهارده انا ما بقولش اقسمها. انا بقول النهارده في مشروع. يا سيدي انا بقول لك اقرا التاريخ. التاريخ بيقول ان مصر ما حصلش في تاريخها انها تفتتت رغم تفتت كل مرسي. اسمح لي يعني اسمح لي اكمل كلامي ان هو لم تتفتت مصر ابدا رغم ان كل الدول المحيطه بمصر كانت مفتته. هو سينا دي مش كانت تهديد. حلايب وشلاتين ده ما كانش تهديد. اللي بيحصل على الحدود المصريه ده مش تهديد. اللي مش شايفه بقول حركة بمنتهى الصراحه يبقى في بس نقطه مهمه. طيب. النهارده اللي يعني جعجعه بلا طحن والكلام على مصر بدون فعل واقعي بدون يجي عارض في مصر النهارده يبقى موجود ويتكلم على مصر. انما النهارده يفضل يهاجم 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 وخصوصا في الجيش المصري. النهارده لما يجي نتكلم على دي قضيه ثانيه. انا بتكلم على انت دلوقتي انت حاسس انت انه في فزاعه استخدام التهديد. لا دي مش فزاعه. التهديد الوجودي اللي مش شايف لمصر. طب نشوف دكتور ايمن نور ايضا معنا عبر الهاتف من بيروت زعيم حزب غد الثوره. هل فعلا دكتور ايمن ما يقوله السيسي عن تهديد وجودي لمصر للدوله المصريه يعني له ظل من الحقيقه ام انه مجرد فزاعه تستخدم كما استخدمت فزاعات اخرى كثيره في الماضي؟
اهلا بالدين واهلا وسهلا بالضيف العزيزين حسام فوده ومحمد كيوسي الجميلين عزيزين. وانا الحقيقه انا موافق جدا ان هناك تهديد كبير لمصر، مصر التي نعرفها ومصر التي نحبها ومصر التي عشنا ونعيش فيها وتعيش فينا. التهديد الاكبر في تقديري هو ما حدث من تقسيم وما حدث من استقطاب وما حدث من بث لروح الكراهيه والعداء بين المصريين، هذا هو التهديد الاكبر. التهديد الخارجي كما اشرت وكما اشار بعض الزملاء ليس تهديدا جديدا، هو تهديد دائم، ودائما مصر كانت عندها تحديات على حدودها وبعد حدودها تحديات اقليميه وتحديات دوليه، وكانت دائما مصر اكبر من كل هذه التحديات. لكن الجديد والخطير في التهديد في تقديري هو ما يحدث داخل مصر، هو هذه الروح وهذا العداء وهذه الكراهيه التي تحولت الى نمط حياه في مصر. الخطاب اليوم زي الخطابات السابقه للمشير السيسي الحقيقه يعني خاب توقعنا كثيرا. كنا وما زلنا ننتظر دعوه لتوحيد صفوف المصريين، لاصلاح الخطايا والاعتراف بالاخطاء والجرائم التي وقعت، لكن الحقيقه احنا بنسير في نفس المسار الذي يؤكد للاسف الشديد غياب الرؤيه وضحاله الرؤيه السياسيه والاقتصاديه وتدني مستوى الخطاب الى مستوى صادم. يعني انا الحقيقه اصبحت يعني اصاب بالصدمه مع كل خطاب نتيجه ضحاله الافكار وبساطه التناول لامور كان ينبغي ان يتم تناولها بطريقه اعمق وافضل بكثير مما نراه الان. اشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمن نور زعيم حزب غد الثوره. نشوف ايضا المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هي تعليقاتهم على خطاب السيسي بشان الاقتصاد وبشان التهديدات لوجود الدوله المصريه، وايضا تصريحاته بشان غزه. نشوف مع الزميل عمر فياض. تفضل عمر. نعم شكرا زين. سالناهم عن المفاجاه التي تحدث عنها السيسي ايضا في خطابه، وعن ان المصريين قد تقبلوا رفع الدعم وكل القرارات التي تم اتخاذها خلال الفتره الماضيه. فمحمود يقول ممكن يكون في زلزال ثالث ودي تبقى المفاجأة ساخرا مما يريد السيسي أن يفاجئنا به. أيضا أم عمار تقول الظاهر أن الراجل بيوجه خطاب لشعب غير الشعب المصري. نذهب لتعليق أيضا للصبوحة. ها؟ ليه ما قلتش يا أم فاروق صح فاروق؟ فلنستعرض التعليق. يا أم فاروق صح فاروق وقولي له أن الشعب هينفجر من رفع الدعم، مقتبسة من إحدى المسلسلات المصرية. تعليق لصبوحة تقول السيسي بيقول أنا أشكر المصريين على تقبلهم إجراءات رفع الدعم، أنت مين قالك أن المصريين تقبلوا الوضع ده؟ والله الناس ميتة من القهر والحزن، هكذا وصفت الحال. تعليق أيضا كان هو أيضا آخر التعليقات من صبوحة. نذهب لتعليقات تويتر وعليها لأحمد ثابت يقول لم يتقبل المصريون شيء وقريبا ستأتي ثورة ستقضي عليه وعلى أعوانه وقد أتى الله بها على لسانه في هذا الخطاب، محدش يقدر يهزم شعب. تعليق أيضا لأحمد مجدي يقول مين ده اللي تقبل رفع الدعم؟ الشعب ثائر ومخنوق وقريب هتقوم ثورة الجياع، هذا ما يراه المصريين قريبا. تعليق أخير لبيكس أحمد يقول أبوس إيدك كفاية مفاجآت لحد كده، قلتلنا بكرة تشوفوا مصر وما بقيناش بنشوف حاجة لأن الكهرباء دايما قطع، قلتلنا أنتوا عارفين أنكم نور عينينا ولا إيه، والأسعار ولعت نار ومش قادرين نعيش. إليك زين. ربنا يقويهم. شكرا جزيلا عمر فياض. اعود الى ضيوفي في الاستوديو، اعود مره اخرى الى الاستاذ محمد القدوسي. برضو تناول القضيه الفلسطينيه وكان محقا حينما قال ان مصر قدمت تضحيات للقضيه الفلسطينيه اكثر من اي شعب اخر تقريبا في الدول العربيه، وانه لا يستطيع احد ان يزايد على دور مصر وعلى تضحيات مصر في القضيه الفلسطينيه. وتحدث عن المبادره المصريه، لكن تحدث ايضا وما لفت انتباهي شخصيا عن انه بعد 30 سنة لابد من مراجعة المسار، وهنا يقصد 30 سنة دي اللي هي مرور 30 سنة على تأسيس حركة حماس ونهج المقاومة الفلسطينية ممثلة في حماس والجهاد الإسلامي. هل فعلا هذا هو وقت مراجعة المسار لحماس والجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة التي الآن تحاصر إسرائيل جوا كما حصرتها في قطاع غزة وحصرتها في الرأي العام العالمي؟ يعني دي وجهة نظر إسرائيل اللي هو قاله عبد الفتاح السيسي من اوله لاخره. لا وجهه نظر محمود عباس كمان. لا زي بعضه، هو محمود عباس ما هم شغالين مع اسرائيل عادي يعني.
انا بس عايز ارجع على معلش سطر واحد، المشروع الداخلي الطرق فصل المحافظات وانشاء منطقه خضراء مصريه اللي هي على طريق السويس، حاجه ما يعادل المنطقه الخضراء العراقيه. الراجل ده ما عادش عارف يتحرك بره اللي بيه. ما عادش قادر يتحرك بره الثلاثة متر اللي وقعت فيهم، بدليل ببساطه يعني ان اول مره نشوف الجثث او الميتين او القتلى او الشهداء هم اللي بيروحوا للمشيع عشان يشيعهم. الناس ماتت في الوادي الجديد نقلوهم له الماظه عشان يعمل الجنازه بتاعتهم، وبعدين رجعوهم سلموهم لاهاليهم في اسيوط وفي سوهاج وفي اسوان. طب ما كان الوادي الجديد جنب اسيوط وسوهاج واسوان. فهذا الفقر المذعور المحاصر في مكان لا احد يعرفه هيعمل لنفسه منطقه خضراء عشان يقعد فيها، وده المشروع اللي هو جاب عشانه هاني عازر، وده على جنب كده في السكه. اما بقى اول مره النهارده، اول مره يتجرأ مسؤول مصري عشان يقولوا المواطنين الإسرائيليين. يا راجل طب لايمها قولوا المستوطنين، يعني خليها كده في النص، واخد بالك؟ إنما لما تيجي تقول المواطنين الإسرائيليين، كما قلت من قبل، انتقلنا من التطبيع إلى الإخضاع، انتقلنا مع التطبيع من التطبيع مع العدو الصهيوني إلى إخضاع العدو الصهيوني للإرادة المصرية وسرقة الإرادة المصرية. الكلام اللي قاله خالد مشعل النهاردة، إخضاع مصر للعدو الصهيوني، إخضاع النظام المصري. مصر إن شاء الله لن تخضع أبدا، لكن إخضاع النظام المصري للإرادة الصهيونية. النهاردة الكلام اللي قاله خالد مشعل لما قالك إحنا كيري اتصل وحاول أن يوسط تركيا وأن يوسط قطر من أجل أن توقف المقاومة إطلاق النار على إسرائيل، فحين فشل في ذلك سمعنا بالمبادرة المصرية، وده كلام احنا عارفينه وكلام أشرنا إليه من قبل. ما يجري الآن باختصار كده من الآخر زي على طريق فلاحين بلدنا، مش هو بيقول لك إن هي المبادرة دي هي مبادرة 2012 بالظبط؟ طب يا حلو طبق 2012، انت رايح تجيب واحدة جديدة ليه؟ فيما يتعلق بأنه ينبغي للمقاومة أن تراجع مسارها، دائما وابدا مراجعه، بس ده قراري انا، ده قرار المقاومه. هو انت مع المقاومه ولا انت مسمي المقاومه ارهاب ومسمي حماس مجرمه وكده؟ حسام فوده هو لم يذكر كلمه حماس مره واحده لكن ذكر اسرائيل عادي، لم يذكر العدوان الاسرائيلي مره واحده ولكن ذكر اقتتال، وكان اسرائيل لها حق في غزه وتتقاتل يعني، وكانه شعب واحد بيتقاتل مع نفسه اللي هو الشعب الفلسطيني والشعب الاسرائيلي. يقول ان المقاومه ينبغي ان تراجع مسارها في بعد 30 سنه في الوقت الذي تقتل فيه اسرائيل الاطفال الفلسطينيين، وتصوب المقاومه صواريخها نحو اهداف عسكريه وتقتل حوالي 50 جندي اسرائيلي. يقول ان المقاومه يجب ان تغير مسارها، في حين ان المقاومه اثبتت بالدليل العملي انه السلاح وحده هو الذي يجدي مع اسرائيل. طيب خلينا نقول برضو، وقال كم مره فلسطين؟ يعني احنا قلنا ما قالش كم مره حماس وكم مره العدو الصهيوني، ولكن قال كم مره فلسطين، وقال ما قالش ولا مره المقاومه الفلسطينيه. ثانيه ثانيه واحده، هو مش عايز يقسم الشعوب ومش عايز يقسم الاماكن زي ما بعض. يعني انت راضي عن حديثه بشان غزه؟ ثاني لا، الحديث الخارجي انا راضي عنه. النهارده لما قال ووضح على فكره المبادره المصريه وجاب خطوات للخلف في المبادره المصريه، قال الهدف الاساسي كان منها حاجه واحده، وقف اطلاق النار لبدء المفاوضه، ده كان الهدف الاساسي، كان عايز يوقف اي دم يجي بعد كده. فاللي رفض المبادره النهارده او اي حد زاد على المبادره هو يتحمل الدم اللي كان موجود النهارده، كل الجرائم الصهيونيه اللي كان موجوده في غزه النهارده يتحملها. ليه ما عملش زي مرسي وقال لاسرائيل اوقفي هذه الحرب واحذري غضبة الشعب المصري؟ على ما اعتقد زيارة كيري واللي حصل له والصورة اللي انتشرت في كل جرايد العالم في التفتيش، ده رد دليل على الرسالة اللي وجهها. التفتيش بتاع 10 ثواني ده زي ما تقول، بس ده ما حصلش اي حتة. ماشي، بس لا هو ده اجراء طبيعي اصلا. طيب يعني سبحان يعني الله، ايام حسني ايام مرسي استنت مرسي ساعتين برضو وهو ما رضيش يعيط، كان واضح. بس خلي بالك ان كده الكيان الصهيوني لا يتحمل مسؤوليه الدم، اللي بيتحمل مسؤوليه الدم هو من يقاوم الكيان الصهيوني. لا على فكره مش الكيان الصهيوني، مش الكيان الصهيوني، بس انا بتكلم بس النقطه ده بس مهمه. اللي ماتوا 25 يناير هم المسؤولين، واللي ماتوا في محمد محمود هم المسؤولين، اللي حصل في الوادي الجديد وبرضه اللي حصل في الوادي الجديد هم المسؤولين. هم ليه ما دافعوش عن نفسهم؟ ايه اللي وداهم هناك؟ دي جنازه عسكريه، دي جنازه عسكريه، وفي الماظه دي قاعده عسكريه، فيا ريت ما نسفهش من شهداء مصر. بعد اشكرك شكرا جزيلا، انا بسافع عبد الفتاح السيسي. اشكرك شكرا جزيلا، انا بسافع عبد الفتاح السيسي. انت شغال عارف اشكرك وما شكرا جزيلا، انت عارف انه سفيه. انما انزل عارض في مصر، فاكر اسمك مش ممنوع من السفر لمصر، انزل عارض في مصر. لا تعالى انا وانت نطلع التلفزيون المصري بكره لو عايز. قوي انا مستعد جدا، يلا انا مستعد جدا، بس الكلام انت بتقوله غلط. لا لا تعالى انا عارض انا وانت التلفزيون المصري اكتر من كده، ده قولا واحدا. انزل مصر زي ما انت عايز يا حبيبي. بس ما فيش شهداء ابدا، ما تسفش من جيت. لا لا اسمح لي اسمح لي، هو لم يسافر. انت راجل مزاد ومخالف، اتكلمت على الشهداء. طبعا لما تيجي تقول نعم اشكركم، شكرا جزيلا. انا
لو تسمحوا لي لو تسمحوا لي اسمحوا لي اسمحوا لي اسمحوا لي اسمحوا لي اشكركم اشكركم وشكرا جزيلا حسام فودة عضو اللجنة المركزية لتنسيقية 30 يونيو واشكر محمد القدوسي الكاتب الصحفي وما زلنا في مصر الليلة وفي البرنامج بعد الفاصل. السيسي يؤكد أن الجيش يراعي الكرامة الإنسانية في عملياته بسيناء والأهالي يشتكون من القتل والاعتقال والتدمير للمنازل بحجة دحر الإرهاب ومعظم الضحايا من المدنيين.